بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعمال يسيرة تشترى بها الجنة. الميزان عند الله أيها الإخوة الكرام غير الميزان الذي عندنا، فما نراه صغيرا يراه الله كبيرا، أو قد يراه الله كبيرا، وما نراه كبيرا قد يراه الله صغيرا، لأمور وأسباب يضيق المقام عن حصرها. ولله شأن النيات، كيف تدخل على الأعمال الصغيرة فتجعلها أعمالا كبيرة، وكيف تدخل على الأعمال الكبيرة العظيمة فتجعلها أعمالا صغيرة إن لم تحبطها بالكامل. هناك أعمال نراها صغيرة في العين، في تقديرنا وفي مقاييسنا نراها صغيرة جدا لا يؤبه بها، ولكنها عند الله عظيمة إلى درجة أن الله كافأ أصحابها بالجنة، كافأ أصحابها بالجنة، الجنة التي عمل لها المتقون وسافر لها الطالبون وقاتل لها المجاهدون، الجنة التي من أجلها أنفقت الأموال واحتمل وسفكت الدماء واحتمل من أجلها الأذى وهاجر المهاجرون، الجنة التي طلبها الناس وبحث عنها الباحثون، تحقق ويوصل إليها بأعمال لا نكاد نراها شيئا، بتمرة واحدة، بتمرة يا إخوة، بتمرة واحدة أعطى الله امرأة، أعطى الله امرأة جنة عرضها السماوات والأرض. ما أعظم كرم الله. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أن مسكينة جاءت إليها مع ابنتين لها، ولم يكن عند عائشة إلا ثلاثة تمرات، أو أعطتها ثلاثة تمرات، فهذه المرأة أخذت أعطت كل ابنة من أعطت كل ابنة من ابنتيها تمرة، فأكلتاها وبقيت تمرة واحدة لها تريد أن تأكلها، فبناتها استطعمتا أو بنتاها استطعمتا أمهما، فقسمت التمرة بينهما وأعطتها أعطت كل شق منها لإحدى ابنتيها. فعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا العمل، وأخبرت بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قد أوجب الله لها الجنة، أو أعتقها من النار، أوجب الله لها الجنة بعملها هذا. سبحان الله، ما أعظم كرم الله. جادت بتمرة فجاد الله عليها بجنة عرضها السماوات والأرض. فأين الإخلاص وأين الاستشعار؟ ومن العجب في هذا الحديث أن هذه التمرات هي في الأصل صدقة على هذه المرأة، ليست من حر مالها، ثم أنها تصدقت بها أو أعطتها لابنتيها، لم تعطيها لامرأة غريبة أو رجل غريب، وهي تمرة واحدة ليست وجبة لا تغني فقيرا ولا تشبع جائعا، هذا في مقاييسنا، لكن الله سبحانه وتعالى أوجب لها الجنة بفضله وكرمه. ولعل أقول لعل السبب في ذلك والله أعلم أنها عندما كانت التمرة بيدها وطلبت ابنتاها منها تلك التمرة كانت هي كل مالها في هذه الدنيا، يعني ليس لها من المال غير هذه التمرة، فلما جادت بها لبناتها جاد الله عليها بجنة عرضها السماوات والأرض. فكأنها يعني لو افترضنا أن تاجرا عظيما جاد بكل أمواله دفعة واحدة، فهذه المرأة مثله، لأن التمرة كانت كل مالها، والله أعلم، فضل الله واسع. أقول أيها الإخوة، كم مرة يعني، أو الآن الآباء والأمهات كم مرة يطعمون أبناءهم، وكم مرة
يعدون الطعام لهم، وكم مرة يطلبونه، والأمهات أو الزوجات كم مرة، كم يعني كل يوم تقريبا وهن يعددن الطعام، والآباء تقريبا كل يوم يكتسبون الرزق ويحصلونه ويأتون بالطعام لأسرتهم. فهل احتسبنا هذه؟ فلعل في أحد الأيام أن يكون الأب أو الأم قد نوى بذلك خيرا عظيما وأراد يعني وافقت فيه نية صالحة، فيجود الله عليه بجنة عرضها السماوات والأرض. وقد يأتي مثلا يكون مثلا أهل البيت محتاجين لطعام وليس عندهم، فيطلبون من أبيهم أو من أخيهم أن يذهب يشتري لهم أو يبحث لهم عن طعام وهو مشغول أو متعب، فيتحامل على نفسه ويذهب ليأتي به، فلعل الله يهبه جنة عرضها السماوات والأرض. وكذلك الأمهات قد يأتي إليها طفلها أو رضيعها وهي متعبة أو هي نائمة أو في ساعة متأخرة من الليل، فيعني يشكو لها جوعا أو يبكي من الجوع، فتتحامل على نفسها وتقوم من فراشها الوثير وتذهب لتعد له طعاما فتطعمه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجود عليها بجنة. فلنحتسب ولا نتضجر، لكن المتضجر هو الذي يفوت على نفسه هذه الأجور العظيمة. فلو أن هذه المرأة افترضنا يعني تضجرت من طلب ابنتيها وقالت ما هذا، ويعني ماذا بقي لي وقسمناها قسمة عادلة وأنا أمكم وأنا أحتاج، فربما فات هذا الخير العظيم. فتأملوا أمر النيات وما تحصله للإنسان من فضل عظيم. من الأعمال اليسيرة اشتريت بها الجنة إماطة الأذى عن الطريق. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل في الحديث الصحيح يتقلب في الجنة، يتقلب في نعيمها، لأنه كان يمشي بدابته في بعض الطرقات فرأى غصن شوك على الطريق، فقال في نفسه إن هذا يؤذي المسلمين، فنزل ونحاه أبعده عن الطريق، فغفر الله له وكافأه بهذه بالجنة. كم يا ترى من خشبة أو حجر أو حديدة نراها في الطريق، كم من يعني من الأذى الذي نراه من مسمار أو حصاة أو غير ذلك، لو أن احتسبنا هذا الأمر أو والإنسان أبعده أو أوقف سيارته ونزل يبعده، يعني هذه النية، لأن هذا العمل لا يصدر إلا من إنسان ممتلئ قلبه بالخير ومحبة الخير للناس، يحب للناس ما يحب لنفسه ويكره للناس ما يكره لنفسه. وليس بالضرورة أن يكون العمل هائلا عظيما في أعيننا، فهذه أعمال نحن ربما من صغرها بالنسبة لنا لا نأبه بها، لكنها تشترى بها الجنة، والإنسان لا يدري أي الأعمال يقبل منه. وهذه الأعمال يعني الصغيرة يكون فيها من الخفاء والإخلاص والبعد عن الناس وعدم التفاخر ما يعظمها عند الله. وقد تكون الأعمال الكبيرة فيها من يعني الإعجاب بالنفس ما يبطلها أو يقلل من شأنها عند الله سبحانه وتعالى. بصحبة صالحة يدخل الإنسان الجنة ويظلل في العرش، في عرش الرحمن، أو يظلل تحت عرش الرحمن. بصحبة صالحة، مجرد مصاحبته لإنسان أو رفقة صالحة يدخل الجنة ويغفر له، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى جليسهم فشملته نفحة من نفحات الله ورحمة من رحماته، فغفر له فدخل بها الجنة. أعمال يا إخوة يسيرة، كم من الصالحين نعرفهم لكننا لا نتقصد مرافقتهم أو مصاحبتهم، نكتفي بالمعرفة المجردة.
من الأعمال التي اشتريت بها الجنة وهي نراها في غاية اليسر الصدقة الخفية تظلل صاحبها تحت عرش الرحمن وتدخله الجنة. وليس السر يا إخوة، ليس السر، يعني سر هذا العمل ليس في الصدقة أو مقدارها أو ثمنها، بل في شدة الإخفاء والإخلاص، كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث السبعة أنه أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة الإخلاص، لا يتطلب الظهور، لا يحب الشهرة. فمحبته وبعده عن الشهرة حتى لا يتكسب بعمله الصالح شيئا من الدنيا، وحتى لا يكسر نفس الفقير المحتاج ويضع نفسه مكانه، فإنه لو افتقر أو ربما كان فقيرا فإنه لا يحب أن تكون الصدقة علنية جهرية، بل يحبها أن تكون بالسر، وهو أرفق به وأستر له وأحفظ لماء وجهي وأبعد عن الرياء، فلأجل هذا كافأه الله بهذا الأجر العظيم. من الأعمال يا إخوة التي اشتريت بها الجنة كلمة من رضوان الله، كلمة من رضوان الله تبلغ بصاحبها الدرجات العلى. يا إخوان، كلمة ليست مالا ولا سفرا ولا جهدا ولا صبرا على أمراض ولا يعني مشقة كبيرة، كلمة كأمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو بيان حجة أو تفاؤل. يعني مثلا استحضر كلمة مثلا المقداد رضي الله عنه في يوم بدر عندما شاور الناس أصحابه فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، بل نقول لك اذهب فإن نحن من أمامك معك مقاتلون من أمامك وعن يمينك وعن شمالك. هذه الكلمة العظيمة سر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن كأنه ذهبها أو كأنه قطعة ذهب من الإشراق والسرور، حتى النبي المسعود غبط وحسد المقداد على هذه الكلمة العظيمة. فالكلمة من رضوان الله، والعكس صحيح، الكلمة من سخط الله تهوي بصاحبها في نار جهنم. كلمة يا إخوة، كلمة ليست مالا ولا سفرا ولا مشقة اشتريت بها الجنة، الجنة التي من أجلها حج الحجاج واعتمر المعتمرون وتصدق المتصدقون، الجنة التي من أجلها بعث الله الأنبياء والرسل، الجنة التي من أجلها رابط المرابطون، ولأجلها سهر العابدون، ولأجلها صبر الصابرون، ولأجلها قتل المؤمنون. هذه الجنة تشترى بتمرة أو كلمة أو صحبة أو محبة. ما أعظم كرم الله هذا الأمر الأول، ما أعظم كرم الله، وما أعظم العلم الذي دلنا على هذه الأعمال العظيمة التي ما كنا نراها شيئا، وما أعظم أمر النيات إذا دخلت على أمر كيف تجعل الأمر الصغير أمرا عظيما. يا إخوة، بسقيا كلب غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل في الحديث المتفق عليه، غفر الله لها. وقد تكلم ابن القيم وغيره من العلماء عن هذا الحديث، فقالوا أن هذه السقيا لهذا الكلب كانت يعني اجتمع فيها من صنوف الطاعات، وقام بقلب هذه المرأة من الشفقة والرحمة على هذا الحيوان الذي لا يؤبه له ويزجر ولا يلتفت إليه، وخاطرت بنفسها في النزول إلى البئر ولم يكن معها شيء تحمل به الماء، فوضعته في خفها حتى تسقيه. يقول هذه المجموعة، هذه الأعمال وما ترتب عليها كانت سببا في دخولها في مغفرة الله لها.
أيضا الخوف من الله والحياء منه، الخوف من الله والحياء منه يدخل صاحبه الجنة ويغفر له ذنوبه، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه في حديث ذلك الرجل الذي قال عن نفسه أنه لم يعمل خيرا قط، وأوصى أبناءه أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروه في يوم عاصف. فعل ذلك طبعا بعد ما فعلوا ذلك، فعل أبناءه ذلك وصية أبيهم، جمعه الله سبحانه وتعالى وأحياه وسأله لما فعل ذلك، قال خوفا منك يا رب، قال الله قد غفرت لك. تأمل، يعني هو قام في قلبه من الحياء والخوف والاستحياء من تقصيره ومن معاصيه وخجله من أن يقابل ربه بهذه المعاصي، قام في قلبه من هذه المعاني ما جعل الله سبحانه وتعالى يغفر له. ثم حديث البطاقة، وما أعظمه من حديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث عن رجل جاءت له سجلات من المعاصي لا ينكر منها شيئا، وضعت في الميزان ولا ينكر منها شيئا، ثم جاء له ببطاقة بورقة صغيرة فيها حسنة له، فقال وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فلما وضعت في الميزان رجحت البطاقة وطاشت كل السجلات، فإذا فيها لا إله إلا الله. فلعل هذا الرجل قال كلمة التوحيد في يوم من الأيام مخلصا صادقا مع استحضار واستشعار وانكسار لله سبحانه وتعالى، قالها بلسان تواطأ قلبه ولسانه وعمله على قولها، فبلغت به هذه الرتبة العظيمة. كم مرة نحن نقول كلمة التوحيد؟ نرددها كل يوم، كل يوم نحن نردد كلمة التوحيد، لكن هل قارن قولنا من الحياء والانكسار والخوف والرجاء والخشية والعلم ما وقع لهذا الرجل حتى غلبت هذه الكلمة كل آثامه ومعاصيه؟